واقفه بتعمل ايه؟ ما بنعملش اي حاجه فيه، بفضل سهرانه. في وقفه العيد بتكون تحضيرات البيت، يعني عمليات تنظيف بقى وكده. اصوم وبفطر بس ولا اي حاجه. ما بتتفق معايا ان احنا نشتغل في البيت والحاجات دي، وبعدين بقول لها اوكي، وبعدين اكمل نوم الصبح بدري وهي تصحى تعمل الحاجات دي. والله ببيت في البيت عادي، يعني ما بنزلش طبعا 4 ايام بيات في البيت. بمسيح بقى والجو ده، ان ده يوم صيام، وبعد المغرب بنتجمع انا واصحابي وبنقعد وكده. طول النهار بننظف في البيت والشقه وكده. يعني مين بينظف الشقه؟ انا وماما طبعا، يعني ماما وانا برضو معاها. بتساعد اختي موجوده بقى بتنظف بقى، وماما غسل السجاجيد السنه. انا اللي بغسل السجاد. يا ماما لا ما بغسلش السجاجيد. لا انا، ما احنا ما بنغسلش السجاجيد، بنوديها تتغسل. مين انا فاضي اساعد حد اصلا؟ ماما لا احنا مش هنغسلها السنه دي، هنجيبها جديده. لو نزلتي خرجتي في العيد تروحي فين؟ والله انا ما بخرجش في العيد، بروح اي مول. نروح كارفور، بعد كده بقى بنقرر نروح كارو فيستيفال كده. يعني اول يوم العيد ما بنقضوش خروج، الوقت جاي بنقضيه على السرير عشان احنا سهرانين طول الليل اصلا. يعني في الغالب بيبقى في البيت دريم بارك، عائلي بقى، فاميليا وبتاع وكده، عماتي خالاتي كده. واليوم العيد بروح عايد على كل اصحابي وقرايبي، نتجمع نروح اي مكان عادي. احنا بالنسبه لنا العيد بيبقى في الشارع، نطلع المعموره مثلا، نخش سان ستيفانو، نتمشى في كارفور، نطلع على البحر، نروح ميامي، نخش المنتزه. العيد بالنسبه لك ايه؟ ان انا اكون موجوده في مصر بجد. يعني العيد في مصر غير اي بلد تانية. ايه دايما المشكله اللي بتحصل بينك وبين والدتك في العيد؟ ان احنا مثلا لسه ما فرشناش بقى اللي هو الاخير اللي هو خلصوا عشان حد جه مواعين، يلا يا ساره اغسلي المواعين. فبخناق يعني، لاني بكره المواعين. بس ان انا الكسل اللي بيكون فينا احنا كبنات يعني.